بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من مساق الخوارزميات وتركيب البيانات. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتطرق إلى موضوع جديد، ألا وهو Double Linked List، القوائم المرتبطة أو المترابطة المزدوجة. محاور هذه المحاورة: بداية سوف نتعرف على تعريف Double Linked List وكيفية إنشائها ومزاياها مقارنة مع القوائم المفردة وعيوب هذه القوائم، بالإضافة إلى العمليات التي نقوم عليها من مثل إضافة وحذف أو طباعة. بداية من القائمة المترابطة المزدوجة يطلق عليها أيضا Two-Way Linked List، هي عبارة عن سلسلة أشبه ما تكون بعربات قطار ذات اتجاهين مترابطة مع بعضها البعض، هكذا اتجاه من اليمين ومن اليسار، أو اتجاه أمامي واتجاه خلفي. تحتوي القوائم المترابطة المزدوجة على مؤشر إضافي، عادة ما يسمى بالمؤشر السابق previous، إلى جانب مؤشر لاحق next، والبيانات الموجودة في القوائم المترابطة المفردة. كما أسلفنا في المحاضرة السابقة، كانت هناك قائمة تتكون من عدة عناصر، لكن كانت باتجاه واحد من اليمين إلى اليسار، أو من الأمام إلى نهاية القائمة. ولكن في القوائم المزدوجة يكون لدينا مؤشر إضافي يؤشر على العقدة السابقة الموجودة في القائمة. فعلى سبيل المثال لدينا A B C D كبيانات موجودة، فنلاحظ أن لدينا مؤشر يؤشر من النقطة A إلى النقطة B، ومن B إلى C، ومن C إلى D. هذا كما أسلفنا في القوائم المفردة، يكون لدينا مؤشر يؤشر على العنصر السابق previous، فلدينا مؤشر يؤشر من الخلف D C B A. مكونات العقدة نود في القوائم double linked list، نطلق عليها double linked list باللغة الإنجليزية، double من مزدوجة، linked مؤشر، list قائمة أو مترابطة، أو link معناها رابط، القائمة المترابطة المزدوجة double linked list. فهذه القائمة تتكون العقدة منها من داتا، البيانات التي تريد أن تحتفظ بها، ومؤشر سابق ومؤشر لاحق، وأيضا هنا رأس السلسلة اللي هو الهيد. لإنشاء قائمة مزدوجة كما أسلفنا، فإن لدينا الهيد نوع من نوع نود، تمام، هو عبارة عن رأس القائمة المترابطة، والكلاس نود يتكون من داتا اللي هي البيانات التي سوف نقوم تخزينها، ونود previous مؤشر يؤشر على السابق، ونكست يؤشر على اللاحق. وهذه دالة الكونستراكتور البانية تأخذ إشارة null اللي هما البريفيوس والنكست في حالة أنه لا يوجد لدينا أي عقدة في القائمة. وهذا كما أسلفنا، هذا المؤشر كونستراكتور يأخذ الدي من نوع انتجر أو كلاس أو whatever كان جينيريك، وبعد هيك بناخذ this dot data بيساوي الدي اللي هو كبراميتر داخل إلنا. من مميزات القوائم أنه عملية الترافيرسينج إلها يمكن المرور على العناصر القائمة المزدوجة بالاتجاهين من الأمام والخلف، يسموهم forward traversing وباكورد ترافيرسينج. يعني ترافيرسينج زيارة العناصر إما بالاتجاه من front to end أو من end to front. وفي القوائم الأحادية نستطيع فقط التحرك في اتجاه واحد فقط. تكون عملية الحذف في القوائم المزدوجة أكثر فعالية إذا كان المؤشر إلى العقدة المراد حذفها محددا. يمكن إدراج، يعني هذا إذا كان أنت المكان محدد بنعرف أنه الكومبلكسيتي بتاخذ بيج أو 1، يمكن إدراج عقدة جديدة قبل عقدة معطاة بسرعة، لأنه إحنا ما بنحتاجش نمر على كل العناصر، بنحتاج نجيب البريفيوس والنكست إلها. تحتاج عملية حذف عقدة من القائمة مترابطة مفردة إلى معرفة المؤشر الخاص بالعقدة السابقة، وللحصول على هذا المؤشر نضطر في بعض الأحيان إلى المرور على عناصر القائمة. أما في حالة القوائم المزدوجة فيمكن الحصول على العقدة السابقة باستخدام المؤشر السابق، يعني أصبح لدينا مؤشرين، مؤشر سابق ومؤشر لاحق، وهذه نستفيد منها في عملية الإضافة، فتكون الإضافة أسهل من القائمة المفردة. من عيوبها تحتاج كل عقدة في القوائم المترابطة إلى مساحة إضافية لمؤشر سابق، ولكن يمكن إنشاء قوائم مزدوجة يمتلك كل عنصر فيها مؤشرا واحدا فقط.
تتطلب عملية جميع العمليات التي تجرى على القوائم المترابطة المزدوجة إلى مؤشر إضافي يسبق المؤشر الذي نعمل عليه. يعني بنحتاج تم، فعلى سبيل المثال نحتاج عند إضافة عنصر جديد إلى تعديل المؤشرات السابقة له، إضافة إلى المؤشرات اللاحقة، وهذا يعني وجود خطوة إضافية أو أكثر لتهيئة المؤشر السابق. شكل القائمة الثنائية زي ما احنا شايفين، في عندنا ايه الهيد بيأشر على بداية السلسلة، وعندنا التيل هو عبارة عن مؤشر يؤشر على لاست نود أو نهاية السلسلة. طبعا الداتا في عندنا مؤشر اسمه بريفيوس باللون الأحمر، هذا بيأشر على السابق. لاحظ انه عندنا في الهيد البريفيوس تبعها بيكون نل، لو احنا بدنا نعمل عملية سيرش على أول عنصر في القائمة فأنا بعرف انه البريفيوس تبعه ايش بيكون نل، ولو بدي انا ابحث عن اخر عنصر في القائمه بكون اللاس تبعه او النكس تبعه ايش نل، وهكذا نحصل على قائمه مزدوجه. العمليات على القوائم كما اسلفنا في السنجل لينكد ليست، الاضافه هناك اضافه في الاول اضافه في الاخر في اي مكان بين عقدتين، وحذف من البدايه من النهايه من اي مكان. لو تطرقنا إلى إضافة إلى أول القائمة، كيف تتم عملية الإضافة إلى أول القائمة؟ هذا رسم يعني بوضح الكلام هذا. لو عندنا قائمة بتكون عندنا مكونة من العناصر A و B و C و D، لاحظ إنه الـ D النكس تبعها نل، يعني هنا بكون التيل، ولاحظ إنه الـ A تبعها اللي هو الـ previous نل، فبعرف إنه هنا هي عبارة عن رأس القائمة. لو بدنا نضيف في بداية القائمة، أول شيء بنحتاج ننشئ نود جديدة، من ثم بنخلي اللي هو النود الجديدة النكست تبعها يأشر على المكان اللي بيأشر عليه الهيد، وبنخلي الهيد يأشر على القائمة الجديدة، وهكذا. تضاف العقدة الجديدة دائما قبل رأس القائمة، وتصبح العقدة المضافة رأسا لتلك القائمة، زي ما شايفين إنه عندنا الإي أصبح رأس السلسلة. يجب أن تستقبل الدالة التي تضيف العقدة مؤشرا إلى مؤشر الرأس، وذلك لأن على الدالة أن تغير مؤشر الرأس يشير للعقدة الجديدة. يعني كل عملية الإضافة أنه إحنا بدنا نخلي الهيد رأس القائمة يأشر على العنصر الجديد، ونربط النكس تبع العنصر الجديد مع إيش؟ مع الأول عنصر في القائمة. طبعا وهذا الكلام بنوضحه بالشكل التالي على شكل خوارزمية. أنشئ عقدة جديدة يكون مؤشر النكست والبريفيوس فيها يشيران الى نل، يعني هذه العقدة الجديدة زي ما احنا شايفين المؤشرات تبعتها بتكون ايه نل، هذه يعني لو كانت بالاول بتكون هذه نل وهذه ايه نل، زي ما احنا شايفين يعني نل، ما فيش يعني نل، ما فيش اي عنصر. التأكد من ان القائمة فارغة اولا، يعني الهيد تبعها بيساويش نل، لو كان الهيد بيساوي نل والتيل نل، الهيد والنل الهيد والتيل بيساوي نل، بتكون القائمة فارغة. إذا كانت القائمة تحتوي على عقدة سابقة يعني لها فيها بيانات، اجعل مؤشر النكس في العقدة الجديدة يشير إلى الهيد، هذا بنخليه يشير لمين؟ للهيد، يعني بشكل هذا بدل ما كان يأشر هان بيأشر عمين على الهيد، تبع الهيد بنلغيه وبنخلي الهيد يأشر على مين؟ يأشر على القائمة هان، فأصبحت السلسلة من الهيد E A B C D. وهذا هي الخوارزمية الفلو شارت إلها. Start نبدأ النيو نود بيساوي نيو نود، نود دوت نيكست بيساوي الهيد. If الهيد إذا كان الهيد فاضي equal null اطبع empty. إذا كان الهيد مش فاضي yes، خلي الهيد دوت previous بيساوي نيو نود، وخلي الهيد بيساوي نيو نود، واعمل end للدالة تبعتك. الإضافة في نهاية السلسلة، لو إحنا بدنا نضيف في نهاية السلسلة إيش العملية؟ تضاف العقدة الجديدة دائما بعد العقدة الأخيرة، هاي العقدة الأخيرة زي ما إحنا شايفين بدنا نضيف الإي، هنا كان عندي التيل هنا، وزي ما أنتم شايفين التيل كان يأشر على نل، فإحنا إيش بدنا؟ لما كان رأس القائمة يمثلها عادة فيجب علينا أن نمر على عناصر القائمة وصولا إلى نهايتها، بدنا نمشي عنصر عنصر ونشوف وين النهاية، وين النهاية؟ بيكون لما النكست بيأشر على نل، وقفنا إحنا هنا. المؤشر بنسميه كارن مثلا أو تم. مؤشر ثاني، ودائما بنحط مؤشر جديد
يعني بيبدا من عند الهيد. لو احنا بدينا بالهيد بتضيع القائمه، دائما بنستخدم مؤشر ثاني يؤشر على الهيد. ثم تغيير العقده التي تلي العقده الاخيره تصبح العقده الجديده، يعني اللي تلي الاخيره تصبح عقده جديده. يعني عند احنا وقفنا هنا، فانا بعرف انه انا وقفت في وايل لوب هنا، فبقول التيم دوت نيكست بدي اشر على الاي، والاي دوت بريفيوس بدي اشر على الدي، وهذه هي اوريدي كانت نل من الاول. نرجع بنعيد الكلام هذا، بنقول انشئ عقده جديده يكون مؤشر نيكست والبريفيوس فيها يشيرون الى نل. التاكد من ان القائمه فارغه اولا، اللاست نوت ايكوال نل، او التير نوت ايكوال نل، او الهيد نوت ايكوال نل. اذا كانت القائمه فارغه اجعل مؤشر التير يؤشر العقده الجديده حيث تكون هي العقده الاخيره. لو كانت العقده فارغه يعني كان التير والهيد بيساوي نل، فانا بخلي التير يؤشر على العقده الجديده. والا اذا كانت القائمه تحتوي على عقده سابقه يعني فيها بيانات، اجعل مؤشر البريفيوس اللي هنا في العقده الجديده يؤشر الى اللاست اخر عقده في القائمه، واجعل مؤشر النكس في العقده الاخيره يشير الى العقده الجديده، واجعل مؤشر التيل يشير الى العقده الجديده حيث تكون هي تيل القائمه. هذه اضافه بين في اللاست، تمام. وهذا الكلام شرحناه في السلايد السابق. الخوارزميه ابدا اعمل نود جديده، اسكان اللاست بيساوي نل، اطبع لاست از امتي، واللاست خليه ياشر على نيو نود لانه بتكون هي اخر عقده مش موجود فيها شيء، فانا بحطها هي بتكون العقده الوحيده والاخيره. هذا في حاله انه كانت القائمه فارغه. غير هيك النيو نود دوت بريفيوس بيساوي اللاست، خلي النيو نود دوت بريفيوس ياشر. يعني كان عندي اللاست هاي كده، وهي واحدة جديدة في قلبها ايش؟ اثنين، هذا previous وهذا next، وهذا previous وهذا next. فانت هتخلي هذا كان null، تمام؟ وكانت هذه هي اخر عنصر، فتخلي هذا يأشر على هذا، وتخلي هذا يأشر على مين؟ على هذا. last node dot next بيساوي new node، last node بيساوي new node اللي هو هذا الاخر وحده لهذا المؤشر اللي طلع الجي. بالنسبه لعمليه الحذف سهله جدا. لو افترضنا ان العقده المراد حذفها هي ديليت ديل مثلا اي نقطه، فان عمليه الحذف العقده تتبع الخوارزميه التاليه. اذا كانت العقده المراد حذفها هي عقده الراس، فيجب تحويل مؤشر الراس الى العقده التاليه. يعني لو كان هي في الراس هنا، فانا بدي احذف الخمسه زي ما انت شايف. ايش كان المفروض اسوي؟ اخلي الهيد هنا يروح وين؟ على العشرة. فانا ايش بدي اقول له؟ هيد دوت مين هان دوت نيكست حيروح على العشرة وخلاص. ومثلا هل لقيتها خلصنا هيك، وين صارت؟ هنا. هل لقيتها الهيد دوت بريفيوس اللي هو هذا بدي اخليه نل، فبحطها ليه؟ نل بالشكل هذا، فببطل اشر على ايش؟ تمام؟ بالنسبة لعملية الحذف في النهاية، لو كان النهاية هنا بدنا نحذف ال 25، أول شيء بدك تمشي تحط مؤشر ثاني اسمه تيم. أو مؤشر نسميه احنا ايه؟ لاست نود، لاست نود. لاست نود. اللاست نود ايش وظيفته؟ وظيفته يمشي هنا، شوف انت اللاست نود، لا هذا لاست نود زي ما انت شايفين، لا هذا لاست نود، نعم هذا لاست نود، تمام؟ هذا لاست نود، لا فيش هنا نود، هنا لاست نود وقف هنا. ايش بدنا نعمل لما نوصل لللاست نود وكيف نوصلها؟ لاست نود بنوصلها لما يكون النكست تبعها نل. فانا بروح بجيب لاست نود هذه بدي اقدمها واخليها تيجي وين؟ هنا، ارجعها شوي. فبروح بعمل المؤشر هذا last node dot previous بيساوي last node dot previous اللي هي هذه، وبالاخر بوقفه هنا وبأشيل المؤشرات هذول بخليهم ايش؟ null. الحذف طبعا من بداية القائمة هذه الخوارزمية تبعته، انشئ مؤشر زي ما احنا شايفين، انشئ مؤشر مؤقت لحفظ رأس القائمة سميه temp link او سميه temp. إذا كان هناك عقدة واحدة في القائمة اللي هو اف الهيد دوت نيكس بيساوي نل، حيث أن مؤشر نيكس في العقدة الوحيدة يشير إلى إيه؟ نل، لأنه لو كان عندنا عقدة واحدة بالشكل هذا
وفيها الرقم 5 مثلا، فهذا بكون عندي نال، وهذا بكون عندي نال، وبكون هذا وين الهيد والتيل بيأشروا على نفس العقدة. إذا الهيد دوت نيكست نال، والهيد دوت بريفيوس نال، والهيد دوت التيل دوت بريفيوس نال، وهكذا. تمام، بكون الاثنين نال. اجعل المؤشر لاست يساوي نال، حيث أن الهيد واللاست يشيران إلى نفس العقدة طالما هي الوحيدة المقاطعة القائمة، وإلا اجعل مؤشر النكس والبريفيوس في العقدة الأولى المراد حذفها يساوي إيه؟ نال. يعني أنا بدي أحذف من هنا، بدخل لي هذول الاثنين نال. تمام؟ وأحرك هذا الهيد لمين؟ للعقدة اللي بعدها. طبعا هذا شرحناه سابقا. الخوارزمية هيو بشكل هذا بنعمل تمبلينج بيساوي الهيد. سكان الهيد دوت نيكست بيساوي نال، اللاست بيساوي نال، الهيد بيساوي الهيد دوت نيكست، ما عليك لا تحركه لقدام. تمام؟ يعني لو كان عندي عقدة واحدة. غير هيك الهيد دوت نيكست خليه نال، والهيد دوت بريفيوس نال، يشير إلى الهيد، اجعل مؤشر العقدة التالية تكون هي الرأس. تمام؟ هذه برضه بوضح الكلام هذا وبشرحه بطريقة أخرى. قم بحفظ آخر عنصر في القائمة في متغير نود، واجعل اسمه لاست نود. هاي لاست نود. اجعل متغير من لاست نود يشير الى العنصر السابق، بنخليه عنصر السابق، يعني هذا لاست نود خليه يأشر على مين؟ على 20، لو احنا بدنا نحذف ايه؟ ال 25. قم بجعل قيمة مؤشر نيكست يساوي نل، خلينا المؤشر نيكست له ايه؟ نل. وفي نهاية قم بحذف الهذه، هذه الحالة بتنحذف لما انا خليت هذا نل، فايز بتضيع في الذاكرة. الآن سنتطرق لاحقا إلى الجانب العملي من اللي هو عملية اللي هو تعريف وإنشاء الدبل لينكد ليست، وكيف عملية الإضافة والحذف والطباعة والبحث، وأطلب منكم إن شاء الله في النهاية تدريب عملي لعمل عملية قلب أو طباعة المصفوفة بالعكس، أو طباعة اللينكد ليست بالعكس. هذا، وأسأل الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.